ظلم كثير سأحضن لك أبناء هذا الرجل المحاسب وإغراض وكذلك وكذلك المنع من هذا المكتب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حمزة حمزة هنا خويا شنو المطالب ديالك؟ المطالب ديالنا هو الغاء الامتحان ومحاسبه السيد الوزير العدل ونناشد بتدخل جلاله الملك من اجل الغاء هاد الخروقات هاد. شنو وقع لك انت في الامتحان؟ والصراحة ديال كان هناك تسريب ديال الامتحان، التوقيت لم يحترم، لم يحترم التوقيت بتاتا، ومنعنا من اجل الوقوف في هذه. استاذ التصريح الله يسهلك اسيدي. شوف الله يبارك هاد التجمعات هادو كما تنقولوا يلا الله يسهل صافي اجي هنا اخو اجي معايا اخو اجي معايا الله يسهل عليك الشمحضه. شنو الرساله ديالك للسيد الوزير؟ شنو بغيتي؟ لا ماشي السيد الوزير، السيد الوزير السيد الوزير اخويا. لا اجي معايا اخويا لا وناخذوا التصريح ديالنا على خاطرنا ما يضر معنا حتى واحد. امين صافي عيط على الزملاء ديالك نجيو هنايا انا ما يدوي معك حتى واحد هنا. الوقفه ممنوعه، التصريحات ممنوعه. اجي عندي اخويا. صافي غير هنا حبيبي انت تنوقف هنا. صح السلام خويا. كنت عندك الميكرو خويا خليه خليه بحال هكا. قول لي شنو وقع لك في الامتحان؟ توا سقطوك واش ناجح واش ما ناجحش؟ شنو وقع لك في الامتحان؟ صراحه الامتحان داز في ظروف يعني كارثيه. تسريب ديال الامتحان اولا، لم وزاره العدل لم تحترم في تنظيمها الامتحان ديال الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه، لم يحترم الوقت بحكم ان كانت الساعه ديال الشياز هي التاسعه فشزينا حتى الحادية عشر. للاسف الشديد كانت عده خروقات، سمعنا كوارث يندلع الجبين صراحه. لذلك يجب اقاله السيد الوزير ومتابعته الجنائيه، متابعته زائد الغاء الامتحان، زائد الغاء الامتحان. ونناشد جلاله الملك بالتدخل، لانه من العيب والعار في دوله ديال الحق والقانون لدينا مثل هذه الخروقات. يعني مهزله زياده على ذلك اريد زياده لبقى فينا الحال، ورحنا الطلبه ديال المغرب كامل لقى فينا الحال. زياده على ذلك اسمح لي بغيت نذكر السيد الوزير راه هو محامي ووزير العدل ان هناك فرق ما بين الامتحان ومن المباراه. المباراه كيكون عندنا مناصب محدده عكس الامتحان، الامتحان فقط اللي كيحصل على المعدل فيمكن له يعني انه كينجح. الامتحان هو لمنح من هذه المحاماه، منح الاهليه لمساواه من المحاماه. يعني اللي حصل على المعدل فله الحق في الاهليه. الوزير يقول لك انا خلقت في مينا ديال في الامتحان ديال المحاماه خلقت 2000 منصب شغل. السيد الوزير حنا كاع ما كنتحدثوا على مباراه باش تقول لي خلقت 2000 منصب، راه امتحان هذا منح. المنح راه فقط نمنحوا شهاده ديال الاهليه لمساواه المينا. السيد الوزير اولا هو وزير كيقول لك انا استفزوني الصحفيين ف قلت لك الشيء اللي في قلبك، راه حنا واش حنا نجيو حنا نقولوا اللي في قلبنا؟ راه ما شاء الله عادي نبقاو نقولوا اللي في قلبنا. اللي في قلبنا ولدي عنده جوج اجازات وقرا يشوف موريال وبا لاباس عليه وقرا يشوف الخارج. لا لا الوالد ماشي لاباس عليه للاسف الشديد. هذا الشيء علاش ما نجحتش؟ حيت ولا دابا اللي بالي لاباس عليه هو اللي كينجح. شي على بلاد ولات عندنا الطبقيه، فرقونا دابا. شنو الرساله ديالك لهذا السيد؟ من لما ما غناشدش انا السيد الوزير، انا اناشد جلاله الملك بالتدخل من اجل اعفاء وزير العدل و الغاء الامتحان ومحاسبه السيد الوزير. راه عرفتي عندنا خروقات كارثيه. معنى بان الورقه تعطلات واحد الساعه؟ لا نعم نعم كان عندنا امتحان مبرمج مع الساعه التاسعه صباحا، اذ بنا نتفاجئ تعطتنا الورقه ديال الامتحان حتى الساعه 11. انا قلت لك كنظمت، انا عندي الاستدعاء ديالي نعطيه لك وتشوف. وكاينين كاين عندي شهود. فين مشات الورقه ديك الساعه؟ لا يعلم الا الله. ثلاثه السوايع عندنا ديال الامتحان مبرمج صباحا
ومساء زوالا 3 سوايع. تطلع الوقت 11 علما ان المباراه ما جا مع 9. شنو معنى هذا؟ يعني وكانت تصريح ديال الامتحان، الورقه ديال الاسئله ديال الامتحان لم تعطى للطلبه اللي شازوا الامتحان. خرجنا لقينا اوراق ديال الامتحان في وسائل تاع التواصل الاجتماعي، زائد الامتحان تعجيزي، جاوب شي على السؤال صحيح نقطه، كما هو في غلط ناقص نقطه. كذلك في الامتحان اليوم كانت عندنا الحصه ديال الامتحان ديال المنتدبين القضائيين مبرمج مع 11، تعطتنا الوقت 11:20 دقيقه، زائد ان كتكون كدوز كتسمع 20 سؤال، 20 سؤال، 49 للاسف الشديد، ولات عندنا الفوضى في البلاد. المحامون اللي غادي يهزوا البلاد ويدافعوا على المظلومين للاسف الشديد. انا عندي اصدقاء ديالي تهزوا ضمن، وكنعرفوا بعضياتنا حنا الطلبه، المستوى ديالهم كارثي، فهمتي؟ هذا محامي ديال الغد، حنا كنعشقوا المهنه ديال المحاماه، حنا كنعشقوا المهنه. اللي قلت لك صراحه، انا كنهضر على راسي، من عاد النقيب بن جلون في 1959 حتى النقيب طار موافق ديال الدار البيضاء، غنضر على الهيئه ديالي بحكم ديال الدار البيضاء، جميع النقباء كنعرفهم بالسميات ديالهم، اعضاء ديال المجلس اللي كاين الان كنعرف السميات ديالهم، اقسم بالله هو الصديق ما كان ما 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 كان يعني ما كندير السطاج عند المحامي ما والو، كنعشقوا المهنه، الرساله، الدفاع، مولوعين بالمهنه ديال المحاماه. للاسف خرجوا على واحد الشباب اللي كانوا كان الطموح ديالهم باغيين يعطيو للبلاد، باغيين يعطيو للبلاد. انا صراحه اقسم بالله المهنه الوحيده اللي كنت كنعشقها، دمروا الاحلام ديالنا، عيب وحشومه. سيد الوزير راه ماشي الولد ديالك قاري في كندا، بعدك قال لك قاري ولده في كندا، جوج ديال الاجازات، واش القانون المغربي هو القانون الكندي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، جوج اجازات هنا عندنا. انا عندي شهاده ديال الماستر وما كنهضرش. نعم، شنو بغا يوصل لكم؟ بغا يوصل لنا زعما راه كاين الطبقيه، راه بلي با لاباس عليه وقري ولده برا راه هو اللي غينجح، اللي قرانا في البلاد في الجامعه المغربيه اللي حنا كنعتزوا بها، قراونا اساسيد في المستوى اساسيد تبارك الله مستوى عالي ورفيع جدا، ويضرب بهم مثل، راه عندنا اساسيد دوليين، ضرب لنا كلشي في الزيرو سيد الوزير. للتعليم وكيتطاول على الاختصاصات، انت وزاره العدل اش قربك للتعليم؟ خلي وزير تاع التربيه والتعليم العلوي يتكلم، على انت استاذ جامعي اللي كتقول لك المستوى ما بقاش انا كنقري ولدي في كندا. قلت لك يندلوا الجبين، ماشي شي حزو في القلب، يندلوا الجبين، عرفتي يبقى فينا الحال بزاف، وتصدمنا تصدمنا والله العظيم يا تصدمنا. ونناشد جلاله الملك مره اخرى من اجل التدخل، مطالب ديالنا ثلاث ديال الامور، اعفاء السيد الوزير، العدل، ومحاسبته، والغاء الامتحان المزاله. الوزير يقول لك 800 واحد اللي نجح في الامتحان، انا تدخلت كانت عليا ضغوطات، هذا راه شيء خطير. شكون هاد الضغوطات؟ دخلت الوزير العدل كيقول لك تدخلت بحكم الضغوطات اللي عليا ورفعت النسبه ل 2000 والصرف. كيفاش درتي لا؟ عجيب وعجيب، انا ما فهمتش علاش انا ما نكونش من ضمن هذوك اللي تزادوا، انا الطالب رسبت، علاش ما نكونش من ضمن هذوك اللي تزادوا؟ حنا ما دزناش. علاش ما دزتوش؟ حيت ما عندناش فلوس. شتي فين كاين المشكل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عطى الزميل ديالك الرسالة للسيد وزير العدل. انا كنطلب الرسالة من جلالة الملك ناصره الله يتدخل لينا، لأن الطلبة سهروا الليالي ووالديهم حتى هما كانوا كيترجاو فيهم الخير، فإذا بهاد الوزارة هادي كتخرج لينا بواحد اللائحة اللي أقل ما يقال عنها أنها لائحة كارثية ومحبطة لجميع طلبة، كتضمن أسماء نبلاء وأسماء نجوم في مختلف القطاعات، فهادشي حشومة وبين هادشي بين كيضيع المجهودات ديال 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 الطلبه اللي ضربوا تماره، ضاعت المجهودات ديالهم. حتى انت ساق؟ حتى انا ساق بطبيعه الحال، ماشي 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 كنركبوا على الموجه وكنقول لك بانه راه كان خاصنا ننجحوا، ولا حنا 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 على درايه تامه بان الارزاق بيد الله،
ولولا توفيق الله عز وجل ما كنا مع خيرة هذه الطلبة. لكن هذه اللائحة كتعبر بأن السقوط ديالنا هو سقوط مدبر له. اسمح لي عندي واحد نقطة أخرى بغيت نشير لها. السيد الوزير العدل الآن نظم امتحان حوالي الآن اللي نشوف في الاختبارات الكتابية 2001، قال لك بأنه غيدير مباراة العام الماجي في 120. بالله عليك سيد الوزير، انت ولدك ينجح في امتحان اللي دخل فيه 2001 وحنا ندوزو مباراة اللي غنشحو فيه غتنجح فيه 120. دخلنا عليك بالله حنا طلبة راسبين في هذا الامتحان، ما ندزناش ما نجحناش ما ندزناش. شاف لي امتحان اللي فيه 2000 عاد غنشحو اللي فيه مباراة فيها 120 واحد. دخلنا عليك بالله سيد الصحافي، واش كاين حظوظ في 120 لولاد الشعب؟ بالله عليك 2000 وهي منو عليها الطبقية والمحسوبية والزبونية. لذلك الناشي جلالة الملك بالتدخل، وشكرا لك. الله يدير لكم سي تاود خير اخويا، وشكرا لكم. اذا مشاهدينا كيف ما تابعتوا معنا، هادو الطلبة ديال اللي دوزوا الامتحان ديال المحاماة للاسف سقطوا. كيقول لك بان كاين خروقات، الله يدير شي تاويل ديال الخير والله يوقف معاهم. الوقفه اللي كانت غتكون امام المحكمه الابتدائيه المدنيه تمنعت من طرف العناصر الامنيه بحكم ان ما كتواجدش عندهم رخصه. الله يدير شي تاويل الخير والله يوقف مع هاد الناس هادو. وغادي نوصلوا لنهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله، تبقوا على خير.